بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل ان شاء الله مع بعض دروس الرياضيات للصف الاول الابتدائي المنهج السعودي الفصل الدراسي الاول العام الدراسي 1438-1439. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الفصل الاول، خلصنا التصنيف وخلصنا المقارنة، وهنبدأ في اختبار الفصل بالكامل والاختبار التراكمي. يبقى نحل مع بعض ان شاء الله اختبار الفصل والاختبار التراكمي. مهم جدا جدا ان انت تحل معايا اختبار الفصل والاختبار التراكمي. طيب، بيقول لي صنف حسب اللون. 2 اكتب العلاقة. 3 صل وحوت المجموعة الأقل. 4 صل وحوت المجموعة الأكبر. نختار واحد كده. رقم واحد بيقول لي صنف حسب اللون، يبقى أنا حسب اللون، يبقى ده أخضر مع ده، وده أخضر مع ده، وده أخضر مع ده، وده أحمر مع ده، وده أحمر مع ده، وده أحمر مع ده. تمام، يبقى خلصنا رقم واحد. رقم اتنين بيقول لي اكتب العلاقة، يبقى انا بوصل فرشاه مع معجون، فرشاه مع معجون، فرشاه مع معجون، فرشان مع معجون، فرشاه مع معجون. هل في معجون زياده؟ لا. هل في فرشاه زياده؟ لا. يبقى ده ايه؟ ايوه، يساوي. يساوي، شاطر يا ولد، ممتاز. طيب، 3 بيقول لي صل وحوت المجموعه الاقل. طيب نشوف، ألم مع مساحة، 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 ألم مع مساحة. يبقى الألم خلصت، بس في هنا مساحات، يبقى المجموعة الأقل الأقلام، يبقى ديت أقل من. بيقول لي صل وحوت المجموعة الأكبر. طيب، بطة مع البحر، 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 بطة مع البحر. في بطة هنا ملهاش بحر، عايشة في البر. ايه يبقى ايه؟ او عايز المجموعة الاكبر، يبقى البط هو المجموعة الاكبر. ممتاز ممتاز ممتاز. بس هو ده الاختبار الفصل، الاختبار التراكمي، الاختبار التراكمي. هنا بيقول لي ايه؟ طبعا الاسئلة دي حسب ما المدرس يقول له، يعني ممكن المدرس، ممكن الأسئلة دي تختلف من مدرس إلى مدرس، ولكن بعض الأسئلة طبعا لا تختلف. هنا مثلا أنا عايز اللي موجود رقم واحد ده الشكل المختلف إيه؟ دي فاكهة ودي فاكهة ودي فاكهة، يبقى الشكل المختلف الإيه؟ العربة. يبقى الشكل المختلف، يبقى هنا حوط أو ضع علامة صح حول الشكل المختلف، زي ما أخذنا مثال قبل كده على الشكل المختلف. هنا عدد الكرات هنا كام؟ مثلا نعد كده، 1 2 3 4 5 6 مثلا. ولو ان انت ما خدتش العدد هنا، دول ايه؟ 1 2 3 4. هنا 1 2 3 4، وهنا 4 5، وهنا 1 2 3. عايزين الاقل كثيرا، الاقل كثيرا. يبقى الاقل كثيرا ايه؟ الاقل كثيرا دول، الاقل بكتير. يبقى الاقل ده اقل وده اقل، بس ده اقل كثيرا، اقل كثيرا. هنا يساوي الشكل المساوي له، ده 2 4 5، يبقى ده 2 4 5. يساوي ايضا ده 3، يبقى الشكل المساوي له اعوض مباشرة. هنا الاكثر بكثير، الاكثر بكثير. ايه الاكثر بكثير هنا؟ ده ايه؟ لما انت توصل دول كده 3، يبقى باقي 3 هم. طيب لما توصل دول بثلاثة، واحد اثنين، بقى 2، وهنا يبقى الاكثر بكثير ايه؟ ده طبعا الاكثر بكثير ده طبعا. طيب، هنا يساوي ده كام؟ نوصل كده، ده زيادة مش يساوي. طيب نوصل هنا تاني كده، ادي نعد طبعا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعد هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى اللي يساوي هذا الشكل. طيب، هنا ده نفس الحجم، ايه اللي نفس الحجم؟ ايوه، بالشكل نفس الحجم والشكل.
نفس الحجم والايه والشكل. خلاص يبقى احنا كده انهينا الفصل الاول. اتمنى من الله عز وجل يكون استوعبت معايا الفصل الاول ويكون ما سبقتوش اكتر في المدرسة. واشوفكم ان شاء الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.